نحن الآن في ناحية القيروان والقرى التابعة لها. استنادا إلى توجيهات السيد المحافظ نجم الجبوري، قمنا اليوم بمتابعة المشاريع التي هي قيد التنفيذ من خطة الأرصدة المجمدة في محافظة نينوى. هذا الطريق الذي نحن فيه هو من المشاريع المهمة جدا، حيث بدأنا كمرحلة أولى من ناحية القيروان باتجاه قرية سيباية العماش، وبطول 6 كيلومتر تم تنفيذه من خطة تنمية الأقاليم 21، تم إنجاز هذا المشروع. المرحلة الثانية تم تنفيذ الطريق بين سيباية العماش إلى قرية سيباية الحروش بطول 9 كيلومتر. الآن نحن باتجاه قرية خرائج العمود، الطول لهذا الطريق هو 10 كيلومتر. سبق وأن تم تنفيذ طريق طول 6 كيلومتر يتم ارتباطه مع هذا الطريق لتكون المسافة الكلية للطريق كاملا هو 30 كيلومتر، يربط بين ناحية القيروان وطريق سنجار تل أعفر، ليكون طريقا مختصرا بدلا من تسير السيارة والمواطنين بساعتين تم اختصار الوقت إلى نصف ساعة، بالإضافة إلى أنه خدم أكثر من 30 قرية.